شرف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حافظه الله ورعاه حفل زواج سمو الشيخ خليفة بن خالد بن محمد بن سلمان الخليفة، وذلك مساء اليوم بمجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الخليفة رحمه الله. كما حضر الحفل الأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المدعوين. وقدم جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد التهاني والتبريك إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة وإلى نجله سمو الشيخ خليفة بن خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنيا جلالته للشيخ خليفة حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على تهاني جلالة الملك وسمو ولي العهد ومشاعرهما الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويديم على جلالته موفور الصحة والسعادة.